كيفك يا بطل؟ كل الأمور تمام؟ ايه كل شي تمام، يعني تقريبا رح خلص. انت متأكد؟ مبين يا دوبك بتخلص الصبح. ايه لا مو لهالدرجة، بدي شي ساعتين ثلاثة. او ممكن شي 5 ساعات. طيب نحن رح نروح، تعرف تروح لحالك على بيت أخي مظلوم؟ ايه بعرف، رايحين على شغل العتالة؟ يلا يعطيك العافية أخي. الله يعافيك. يا ربي، وجان نسي تليفونه. أوجان؟ أنت نسيت تليفونك جوا. شكراً. تعرف المريول لابق لك كتير. اسمع، أصحك تكسر شي صحن، انتبه دروك. كل شي تمام. يلا يعطيك العافية. شكراً. قلي أخي، مثل ما بتعرف أنا عم راقب السيد دوروك، وأنا واقف هلا قدام المطعم يلي هو بيشتغل فيه. وشو هالمطعم بقى؟ بصراحة يا أخي المطعم شعبي، وهو موجود بحارة شعبية، وأول ما طلع من المدرسة إجا مع هدينك الولدين فورا لهون. شو يعني هو عم يشتغل جرسون؟ لا، بيغسل صحون. أكيد رح تسألني هلا كيف عرفت. المسكين لابس مريول الجلي ومبلل بالمي من راسه لرجليه. أوف، تمام. طيب ابعت لي الموقع فورا. فورا أخي، فورا. آخ من هالولد الغبي، أنا شو بدي ساوي بهذا العناد؟ ابنه العاكف أتاكل بكل قدره وعظمته، عم يشتغل بجلي الصحون بمطعم شعبي. شو هالمسخرة هاي؟ وكان دندن إيه يرم بالكي Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat